الاقامه الكابتن عادل طايمه والكابتن الكبير الكابتن شريف عبد المنعم، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان عقب نهايه اللقاء وفوز النادي الاهلي على فريق الشرقيه للدخان في اولى مباريات دوري الجمهوريه بخمس اهداف نظيفه. يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء الكابتن عمرو انور المدير الفني لفريق شباب النادي الاهلي وواحد من ابناء النادي الاهلي المخلصين. كابتن عمرو مرحبا بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، تحيه الكابتن اسامه حسني، كابتن عادل طعيمه، كابتن شريف عبد المنعم. وسريعا كده الكابتن عادل طعيمه دخلنا في اجواء المباراه سريعا، اتكلم وبقول انا بحيي عمرو انور على المجهود اللي عامله، اتكلم على نقاط فنيه وان ثبات اداء اللاعبين على مدار ال 90 دقيقه، الارتداد وامور فنيه اتكلم فيها، قال لازم نشكر فيها عمرو انور. الحمد لله. طبعا في البدايه طبعا برحب بكابتن اسامه وكابتن عادل وكابتن شريف وجميع مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. انا بقول الحمد لله على المكسب النهارده. البدايه كانت مهمه جدا بالنسبه لنا لان احنا يعني اتفاجئنا بميعاد المباراه، يعني احنا عرفنا من اسبوع ان احنا هنلعب دوري النهارده. يمكن انا بشكر برضو هنا القطاع بقياده كابتن خالد بيبو ان ادانا فرصه ان احنا نبدا بدري، فالبدايه البدري دي انا شايف انها فرقت معانا. ما اعتقدش ان الفرق كلها بدات وقت ما احنا بدانا، يعني بقى ان احنا حوالي شهرين ونص استعدينا كويس واشتغلنا كويس وعملنا مباريات وديه كتير، قدرنا نحط ايدينا على التشكيل الاساسي. يمكن حتى احنا النهارده يمكن كنا ناقصين اثنين او ثلاثه كمان مصابين لسه راجعين من الاصابه، انا فضلت ان انا ما ابداش بيهم واديتهم فترات صغيرة على مدار المباراة على أساس إن هم يجهزوا وإن هم يرجعوا شوية شوية، علشان برضو مش عايزين نخسر حد لأن إحنا الموسم طويل جدا بالنسبة لنا. بشكر اللعيبة جدا، بحييهم إن هم خدوا الأمور بجدية، إن إحنا حتى يمكن بين الشوطين لما اتكلمنا وقلنا إحنا هننزل الشوط الثاني بنلعب كأن النتيجة 0-0، وده اللي حصل وده اللي اللعيبة عملته. هنشتغل شوية على حتة إهدار الفرص، يعني احنا وصلنا للجون كتير شوية النهاردة، نتيجة كبيرة، بداية يعني أنا بالنسبة لي شايفها بداية جيدة، بس أنا بطمع إن شاء الله إن مع الوقت ومع المباريات هتلاقوا إن شاء الله بإذن الله هتلاقوا أداء أفضل من كده وأحسن من كده إن شاء الله بإذن الله. كابتن عمرو أنور واحد من المدربين اللي بيجيد فن التعامل مع اللاعبين، وأنا بشوفه في معاملتك مع اللاعبين ايضا من النقاط المهمه الاهداف اللي شفناها في ارض الملعب النهارده كلها جمل تدريبيه انا بشوفها في تدريبات الفريق. اكيد انت سعيد النهارده ان اللعبه بتنفذ فكرك في الملعب. اكيد اكيد، يعني احنا كجهاز فني او اي مدرب بيبقى مبسوط وبيبقى سعيد لما بيدي اللعيبه حاجه او بيحافظ اللعيبه حاجه وبيلاقي النتيجه بتاعتها موجوده في المباراه. فانا انا 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 بقول لك وبوعد الناس ان الشكل ان شاء الله ان شاء الله مع المباريات مع لياقه المباريات ان شاء الله الشكل هيبقى افضل من كده، والايجابيات على المرمى ان شاء الله هتبقى افضل من كده كمان باذن الله ان شاء الله. انا يمكن طماع شويه، بحب اللي هو المعادله الصعبه شويه اللي هي النتيجه الايجابيه مع الاداء الكويس. مع الوقت ان شاء الله هتلاقي الامور دي بتتحسن وهتلاقي الشكل افضل من كده ان شاء الله باذن الله. اخيرا كابتن شريف عبد المنعم والكابتن عادل طعيمه اتكلموا في نقطه مهمه جدا ان اكتر من خمس ست لاعبين في الفريق عناصر مبشره للفريق الاول وبنشوفهم مع الفريق الاول موجودين، وانا يمكن حتى في كلامي معاك قبل كده في بدايه الموسم قلت لك انا عندي هدف ان انا يبقى اكتر من اللعيبه دي اللي موجوده اللي هي بتتصعد وبتبقى موجوده، انا عندي هدف ان شاء الله لو هم اربع لعيبه خمس لعيبه لا يبقوا سبعه ويبقوا ثمانيه ويبقوا 10 ان شاء الله. احنا موجودين كلنا لخدمه النادي وخدمه الفريق الاول، ومع الوقت زي ما بقول لك ان شاء الله هتلاقي في لعيبه اكتر من اللي موجودين في الفريق الاول هتلاقيهم موجودين ان شاء الله باذن الله. شكرا يا كابتن عمرو، بالتوفيق في المباراه القادمه باذن الله. شكرا شكرا ليكم، شاكر جدا.